السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي ياسين بي فلوكس. اليوم ان شاء الله من بعد جوج سيمانات ديال الحجر الصحي، يعني قررت ان شاء الله باش نخرج نضرب واحد الدوره بالبيسيكلات ديالي. راه هي احنا هنا في بلجيكا يعني مسموح لنا باش نخرجوا نضربوا شي دويره حدا الدار، يعني ماشي مشكله. انتوما في المغرب لا، يعني كل واحد يلتزم بالقوانين ديال البلاد اللي هو كاين فيها، يعني ما يحتاجش تتبعوني انا اش كندير باش ما تصدقوش نتوما في المشاكل. احنا في بلجيكا ما عندناش مشكله باش يعني نخرجوا نضربوا شي دويره حدا الدار. مده ما خرجت جوج سيمانات هذه خرجت غير باش نتقضى جوج الخطرات. شوف هذا الفيديو هذا هضرت فيه على هذه النقطه هذه. دابا ان شاء الله غادي نخرج بهذا البيسيكلات ديالي، يعني كما كتشوفوا غنخرج ان شاء الله بهاد لا بيسيكليت. لصقت هاد الكاميرا هنايا دي جي اي اوزمو بوكيت، انا غنشعلها، يعني هادي فيها جيمبل، ها هي تاع دي جي اي، وان شاء الله غادي نبدا نصور بها. انا غادي وانا كنصور السلام عليكم. حتى اكسيون يعني المتجر اللي المغاربه كاملين كيبغيوه وانا واحد منهم، حتى هو سد البيبان ديالو. ما عندنا ما نديرو هنا، الباركين خاوي. يلا نمشيو نكملو الطريق. يعني كما كتشوفوا هنايا مورايا هذاك الباب الصفر، هذاك هو الباب ديال البارك، يعني ديال المدينه فين ساكن انا. تيران الكره فين كان كيتريني ولدي، ها هو يعني واحد لابيسين، راه هو لهي. ها اش كتشوفوه؟ لا ممراه هو لهي، يعني الحياه متوقفه. حنا نقولوا بشكل تقريبا 90% 80% 95% 96% يمكن 99% ما عرفتش. المهم احنا قاعدين كنمشيو هنا كنضربوا واحد الدوره، يعني مده ما خرجت الصراحه جوج سيمانات، يعني افتقدت هاد الدوران هذا شويه. نمشي بالبسكي طاول على رجلي، ندور نخرج نشم شويه الهواء. المهم نمشي نكمل دابا شي دوره اخرى، نمشي لواحد الغابه يعني كنت كنمشي لها شحال هذه. غنمشي دابا نضرب واحد الدوره فيها ونشوف ان شاء الله هذاك الشيء. نمشي غنسجق شويه الهواء. في الطريق ديالنا كاين تمايا ليدل، غنمشي حتى هو نضرب عليه واحد الدوره. ما غندخلش يعني ما غنتقدى والو اليوم، غنمشي نضرب واحد الدوره في الباركين نشوف واش كاين الناس شادين الصف او لا. هادشي اللي كاين، غنمشي نكمل ان شاء الله. كما قلت لكم قبيله ونعاود نقول لكم دابا، يعني كل واحد يحترم القوانين ديال الدوله اللي هو فيها. حنا ما عندناش الحجر الصحي يعني 100% بحال المغرب ولا بحال اسبانيا وطاليان وفرنسا، ما نخرجوش. عندنا الحق نخرجوا، عندنا الحق نضربوا شي دويرات خفافين يعني حدا الدار، ما نبعدوش عليها، يعني هذاك الشيء ماشي مشكل. Thank you.
شحفت شحفت بزاف. يعني جيت لهاد الغابة هادي يعني كتجي ليها دائما. كاينه حدا لوتوروت، لوتوروت راه كاينه غير من هنا. واش كتشوفوا الكاميرات والطوموبيلات هما اصلا قلالين، اوكي واش كتشوفهم ولا لا؟ ولا ها هو شي كامي هذا داز عندها باش حاجه. المهم هنا راه كاين لوتوروت كبير، حتى الا طلعت الفوق ان شاء الله نصوروا لكم. يعني هذه غابه زوينه، الناس كيجيو كيتمشاو كيدوروا هما بالكلاب ديالهم ولا غير كيدوروا هما بوحدهم. وفيها حتى واحد المضمار، حنا نقولوا المضمار نتاع مونتن بايكرز. مونتن بايكرز هما الناس اللي كيكون باش كيطات الفي تي تي، حنا نقولوا اللي كيبغيو يمشيو في هذاك الطرق الوعره بالبيسيكلات تاعهم ولا بالبيسيكلات ديالهم. يعني خاص تكون عندك بحال البيسيكلات هادي، خاص يكون عندك بحال الروايد هادو، يعني ما كيزلقوش، خاصهم يكونوا حرشين والا غادي يزلق في هذا المضمار هذا. هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي ان شاء الله نطلع. كتبان لكم هنايا هادي راه واحد الطلعه هادي هنا في الفيديو، يمكن ما كيبان لكمش مزيان، ولكن راه خاصك تجبد هنا مزيان ديال بصح باش عاد تطلع. كنت كنهبط حتى من هنايا واحد النهار، طحت هنايا كنت هبط بالزربه ونزلق، كنلغيس شويه وانا نطيح هنا، تجبدت في الارض، ولكن ماشي مشكل. دابا غنمشي ان شاء الله نطلع ونمشي نضرب دوره هي. راه كنصور لكم بهذه الكاميرا هذه ديال جاوزمو بوكيت. كيما كتشوفوا ما كاينش غير انا بوحدي، هما جايين حتى دوك جوج الناس راهما. شوف شديتهم، ها هما راه واحد هو جايب هذيك البشكيطه نتاعو، هذيك ماونتن بايك، وكاين واحد اخر حتى هو معفي له هو، راه هما جوج. المهم خاصنا نبقاو بعادين على بعضياتنا وكل واحد يمشي في طريقه. اصلا ماشي غير جوج، قلت لكم غير جوج، ولكن عاد شفت يعني هادو كانوا مجموعه جايين بيناتهم وجالسين هنايا كيلعبوا. يعني هم كيمارسوا الرياضه نتاعهم تاع ماونتن بايكين، ها هما هيها مجموعه كامل شفتيهم. حيت هنا قلت لكم كاين داك المضمار كيجيو ليه الاغلبيه، بالخصوص دابا كلشي جالس والاغلبيه جالس، كيجيو يدوزوا شويه الوقت ديالهم. نورمال ممنوع هادشي اللي كيديرهم حيت جايين مع بعضياتهم، ولكن الا بقاو حنا نقولوا داك مترو نص يعني بعاد على بعضياتهم نورمالمون ماشي مشكل. انا جيت بلا صباعيات، الكمامه جات معايا في الصاك ديالي، يعني جايب معايا الصاك هذا، والصباعيات صراحه ما جاتهمش. علاش؟ حيت ما غنقيس حد، ما يقيسني حد. هاد الفيروس هذا ما كينتشرش في الهواء على ما كيقولوا، الله اعلم. يعني انا كندير البشكليطه نسوق شويه ونرجع حالي للدار، ما غنقيس حد، ما غنهضر مع حد. شحفت والله العظيم الا شحفت. صحاب لي واش هاد الغابه هادي غتكون خاويه؟ الساعه مخبعين هنا البلجيكيين، لقيتهم كل واحد فين شاد شي قنت بحال هكا جالس ما عرفش كيدير كاع، بحال كيتصرف في الحشيش. حيت كما قلت لكم مسموح لينا باش نخرجوا، ولكن هنا الصراحه جايين بصحابهم كل واحد بي من جاي، يعني ما متبعينش القوانين على ما كيبان لي هنايا. الله يعيط لي ماهم على البوليس، ولكن انا ماشي شكام. شحفت يعني قلت غنجي نضرب شي دوره خفيفه، ما جبت معايا الماء ديالي والماكله. الساعه شحفوني شي وحدين، حتى هما كيديروا معايا السباق من اللور باش ما نعطلهمش، حتى انا كنجري حتى انا معاهم، عرفتي ولا؟ راه قلبي راه كيضرب دابا ديال بصح.
باش نخويو لهم الطريق مع الطرقان كما شفتوا في الفيديو ضيقين، هذاك المضمار حنا نقولوه، يعني كان عليا نجري بدغ الزربه باش نخليوهم يدوزو يسبقوني. الله العظيم الا عيط البلجيكيين مخبين هنا والله الا حتى هما ما كيحشموش، غير اللي يطلع عليه شي مقدم ديال المغرب عطيهم التصرفيق هنايا، هادشي اللي بان ليا. ولكن المهم صراحه مزيان هنايا الجو، يعني ما كقرب لحد ما كيقرب ليا حد، الا هما غاديين بجموعات هذاك الشيء شغلهم هذاك. المهم انا جاي هنايا كندور غير بوحدي، هادشي اللي كيمشي نكمل. كيبان لي دابا غنمشي نرجع للدار، وشحفت وعرقت مدة ما تحرك صراحه بحال هكايا. واو هادشي اش غندير، غنجلس يمكن كاع انا. الله يا سيدي ربي، الله يا ربي الله، لا تسنى. اي 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 عرفتو رجلي ولا رجلي مابقاتش قدها تهزني كاع. لا تنزير هذا الكاميرا، ويا ويا رجلي مابقاتش قدها تهزني. والله ما عولت، والله ما عولت نجري هاد الجري هذا. ساعة جام مورايا نمحي فمي، اوف نمشي نكمل بلاتي شويه ان شاء الله. اوف غنضرب صراحه غير نزيد غير واحد 20 دقيقه ونص ساعه ونمشي بحال الدار. واش شفت والله العظيم الا شفت، ما جبت معايا لا ما لا والو، بقيت هنايا بحال وسط الصحراء. كانوا صراحه شي طرقان شويه خطارين، يعني تكون شفتهم في الكاميرا ضيقين بزاف، واي خطا تخطئوا غطيح في الماء. كان تما واحد الواد صغير، يعني اي خطا تخطئوا مشيتي فيها. هذاك الشيء علاش حنا كنجيو حنا نقولوا لهنايا، هذاك الشيء اللي كيعجبني، يعني بلادنا خاصو ديما يبقى مركز، ديما الفوكس. واحد اون فوا يعني يمشي لك الفوكس، ولا اون فوا غير تخاف، محيط الخوف غير فاش كنحس بها مره مره، فاش كتكون شي طريق يعني عاليه هكا غنهبط، وبنادم كيتراجع شويه كيبغي يتراجع على القرار ديالو، ولكن في هذاك التراجع تما كيوقعوا الكوارث. يعني في هذاك الخوف مره مره صافي بحال كتبنش، ما كتبقاش قاد دير هذاك الشيء اللي كنتي عوال ديرو. داك الشيء علاش بنادم ما عندو لا شي خاف، خوف من الله والله يسهل. ولكن بنادم يضرب الحساب، يعني ما كنقولكش انا بنادم يلقي بنفسه في التهلوكه، بنادم يضرب الحسابات ديالو، ولكن بنادم خاصو يزعم ويتابر، والله غادي يسر ليه ان شاء الله في اي حاجه بغا. هادشي اللي كان، يعني قبيله على شويه كنت غادي نطيح في واحد الكلتاد الماء، ما حيتش تقدامي واحد الغصن غليظ وطريق ضيقه، كيفاش غنخوي ليه؟ عاد فكرت راه ما يحتاجش نخوي ليه، قد نقز عليه. ولكن هذا كنقول لكم هذاك يعني اجزاء من الثانيه كتبقى تردد، ولكن الحمد لله يعني حالفني الحظ وقفزت على هذا الغصن ولم يحدث شيء، الحمد لله والشكر لله. ودابا غادي نمشي نكمل هذه المسيره، هذه المسيره ديالي 21 30 دقيقه ان شاء الله، ونمشي بحالي للدار ناكل. على الله تكون الماكله واجده، على الله على الله. يلا ها انتم معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا سيدي ربي الله. كما كتشوفوها هو لوطوروت الكبيره قلت لكم، ها هو كاين حدايا كما كتشوفوا راه خاوي نورمالمون فهاد الوقيته هادي كيكون عامر بزاف وكيكون الطوبيات كاع حابسين. ولكن دابا كما كتشوفوا يعني الصراحه تقريبا خاوي، غير شي بوحدو كيعبر على يعني مدى مدى شنو يعني هذاك الشيء اللي في راسكم. قبل ما نكملكم شات ديال الهضره شحفت، يعني صراحه القضيه بدات كتخوى بزاف بزاف بزاف، ماشي بدات كتخوى راه خوات كاع. هادشي اللي كاين، غنمشي نكمل دابا الطريق ديالي ان شاء الله، غادي نمشي للدار.
كنت هنا جالس كندور في هذا البارك هذا، كنت خارج منه وشو شنو بان ليا طوموبيله ديال الشريف ديال امريكا البوليس، شي واحد جابها وعشرها هنا في بلجيكا. او شتي فيها البلاكه نتاع بلجيكا، ها هي التي فينا هي، ها هي. هذا ما يكون غير شي حاج بلجيكي عشرها من الميريكان. ها هو شتي ولا يمكن وصل سن التقاعد. ايوا حتى هنا كيعشرو، قول ماشي غير حنا المغاربه اللي كنعشرو في المغرب. ها هي شوف، ها شي بحال الطوموبيلات الميريكان. شتي ولا اول مره صراحه كنشوف بحال الطوموبيلات هنايا في يعني في بلجيكا. دابا غنمشي نكمل الطريق ديالي، ها البشكيطه ديالي الوفيه، ها هي. دابا غنمشي ان شاء الله نكمل طريقي، غير شتا هنايا واقع وقلت نصورها لكم. شتا ولا لا؟ عجبتكم ولا؟ مهم، هذا هو الفلوق ديال اليوم. يعني كنت مشيت درت واحد الدويره، شفنا هذه المدينه المهجوره، ودابا ان شاء الله غادي نمشي للدار. الله يجعل شي بركه. هييت صراحه، غنمشي دايركت ندخل ندوش وناكل، على الله تكون الماكله واجده. وي وي امونتي، والا غادي نبقى بالجوع. صافي هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله. قربت للدار ما بقاش بزاف. انا دابا جالس كنسوق وغادي نمشي ان شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم، اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه كما كنقول لكم ديما، ويعني فعلوا هذاك جرس نتاع الاشعارات. يلا بسم الله عليكم.